رحم الله الشيخ السعد السلام ياسين. نشكر الإخوة في جماعة العدل والإحسان على هذه السنة المحمودة التي أصبحت سنوية. يعني كل سنة تجمع يعني مجموعة من الفعاليات في الوطن من أجل النقاش حول قضية معينة. وهذه السنة في الذكرى الرابعة يعني تم تحديد المحور في إطار الحوار باعتبار أنه ضرورة واقعية وشرعية وحضارية بشكل عام. فكون هذه الفعاليات كلها تلتقي فهذا يعني أن هناك ورش كبير مفتوح، يعني كل واحد منا يستطيع أن يدلو بدلوه وأن يرى إمكانية تحقيق هذا الأفق الحضاري اللي هو الحوار، يعني بعيدا عن كل الجوانب التي يمكن أن تعوق، يعني أن نبحث عن الأرضية المشتركة، عن ما يمكن أن يجمعنا، وأن نترك الجوانب الخلافية، لا أقول الاختلافية، يعني أن تبقى جانبا ولا تؤثر على هذا الحوار هذا. طيب هذا الحوار أنا من رؤيتي أن يكون له طابع معرفي بالأساس. طبعا لا يسعنا إلا أن نبارك هذه المبادرة، وهي طبعا ليست الأولى من نوعها، بس سبق أن ساهمنا في لقاءات بمناسبة إحياء والاحتفاء بذكرى الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله. ونعتقد بأن الحوار دائما فضائل مهما كانت إكراهاته ومهما كانت أيضا حدوده، لأننا طالما نودي إلى الحوار، وكانت هناك حوارات متعددة ما بين مكونات الشعب المغربي وقواه السياسية والثقافية، ولكن من المؤسف أن لا يتم تنزيل مخرجات الحوار. ونحن إن كنا اليوم نلبي هذه الدعوة فأملنا أن تكون لهذه المبادرة اليوم آثار حقيقية على مستوى الممارسة الفعلية لمختلف القوى المتحاورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم بالشكر لمنبركم الإعلامي على حضوره لتغطية أشغال هذه الندوة الحوارية العلمية الفكرية التي تنظمها جماعة العدل والإحسان بمدينة الدار البيضاء، تخليدا الذكرى الرابعة لرحيل الإمام المجدد أستاذ عبد السلام ياسين. هذا الذكرى بطبيعة الحال رفع لها شعار مركزيا وفي غالبية المدن المغربية، شعار الحوار، على أساس أنه مبدأ أمن به الرجل الراحل أستاذ ياسين رحمه الله، وعمل من أجله تفكيرا وكتابة وتأليفا وعملا، وبذل جهدا كبيرا في محاولة منه لعمل فيه تعاون مع جميع الأطراف بمختلف الأطياف السياسية ديالهم والمشارب والإيديولوجيات، من أجل مغرب حر، مغرب ينشد التغيير والتحرير. بالنسبة للحوار، أنا أظن أن من الناحية المبدئية لا أحد يمكن أن يكون ضد الحوار، لأن الحوار كما هو معروف هو واحد الأساس من الأسس اللي كتساعدنا باش نحلوا ونفضوا النزاعات والمشاكل كيفما كان نوعها. وبالتالي كنظن أنا يعني مطلب الحوار يفترض أن يكون مطلب كل الديمقراطيين. بطبيعة الحال الحوار لا يعني أن يتحول المتحاورون إلى متماثلين ومتطابقين في أفكارهم وفي تصوراتهم أبدا. الحوار هو وسيلة من وسائل لتنظيم الاختلاف وتدبير، حتى ماشي فقط الاختلاف، حتى الصراع تدبيره بطريقة حضارية وبطريقة مدنية. بالنسبة لهذه المبادرة هذه كتجي في السياق
فعاليات الذكرى الرابعة لرحيل الأستاذ عبد السلام ياسين رحمة الله عليه. الذكرى الرابعة التي اختير لها محور الحوار وضرورة البناء المشترك هنا في هذه المبادرة بمدينة الدار البيضاء اختير لها عنوان دائما يتمحور حول الحوار، ولكنه أي يطرح أسئلة حول أي سبل لحوار يورثي الثقة ويؤسس للمستقبل. اختيارنا لهذا المحور هذا يأتي من اعتباره مبدأ أساسيا من الأسس المرتكزات التي بني عليها فكر الأستاذ عبد السلام ياسين منذ بداياته التأسيسية وفي مراحله التطورية عبر التاريخ. كان هذا المحور مؤسسا وبانيا وحاضرا. الأستاذ عبد السلام ياسين ليس فقط منظرا للحوار، هو نظر للحوار ومارس الحوار ودعا للحوار، وبالتالي فمن باب إنصاف هذا الرجل وإبراز القيمة التي كانت لهذا المبدأ اخترنا هذا المحور هذا. تأتي هذه المبادرة مبادرة الندوة من أجل الحوار، استدعيت فيها مجموعة من فعاليات سياسية ومختلف الطيف السياسي في هذه المدينة، مدينة الدار البيضاء، فتجسير الهوى بين مختلف العائلات السياسية لن يكون إلا بالحوار، باعتباره أحد المداخل الأساسية إن لم نقل أنجعها لإنجاز التحول المطلوب ولتحقيق أكبر قدر من المكاسب. وهو أيضا أي الحوار هو أيضا اختصار للجهد وربح للزمن من أجل بناء المستقبل. ففي المغرب يبقى مسألة الحوار في ظل مجموعة من التحقيقات تبقى أمرا مهما وأمرا حيويا، فنطلب ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفرصة فاتحة خير وفاتحة على هذا الحوار بين الأطراف السياسية بمختلف تلويناتها. وتحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن صريرا لأقلامنا بسطوته كم بنى وهدم، فصل إلهي على المصطفى جميل الخصال حميد الشيم. باش توصلوا بالجديد ديروا جيم لاباج ديالنا، تابعونا على اليوتيوب وما تنساوش تخليو كومونتير.